أصدقائي المشاهدين متتبعي بإسبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا من قلعة واستاد الجنوب. نلتقيكم في قمة الشمال هنا مصر الجزائر بذكريات وأمجاد. تاريخ المباراة يعود إلى عام 63، مرت سنوات وسنين وسنون، ممكن ما تعرفون عنها معركة درمان، ولكن القارئين للتاريخ صار تشكيلة الخضر منتخب الجزائر لحراسة المرمى الرايس بورحي، الدفاع التونسي للخضر حسين بن عيادة، لياس الشتي، عبد القادر بدران، محمد توقاي، وسط ميدان بن دبكة وزكريا الدراوي، الهجوم بالليلي حسين فيصل، محمد شريف انطلق وتم افتتاحه بقمة في كأس العرب لكرة القدم. أمة في العرب هي أمة واحدة. الكرة بالبلايلي، يمشي يوسف خطير لبلايلي، 180 ورقة صفراء، 73 حكم يقول نتوقف، احذروا هذا يا السفاح يا فاكوندو. الانظار الآن للمدريد والبرتغال كمدرب، هذين ومصريين صحيح، ولكن بين محمد دورة الألعاب وسين، بينما بعد الاستقلال أول الكرة العربية واحد قلاع، الكرة المصرية واحترف في إنجلترا. إلا الإصابة يلعب، وعندك ياسين وعندك يوسف الماجيكو بوغل، حصيلة العشرين مباراة رسمية في تاريخ المنتخب. فيصل يلعب، فيصل خطير العرضية صعبة والشوطة ممكنة، والدفاع يلعب، توفيق والتوزيع والدفاع والتصدي ضد عمان، الخنجر العماني سارك وضيريمن في مصر، تمشي كرة بالرأس خطيرة والدفاع العرضية الصعبة ترجع كرة من بدران، تسديد والشوطة وبرهاوت وضرب كذا رياضيا وليس فقط كرويا. ياسين يحاول، ياسين يحاور، تلالي يوسف، يوسف البلايلي، البلايلي هجوم ودفاع، والكرة عن طريق يوسف يعدي البلايلي، مباراة كانت صعبة ما يظهرش فيها، والكرة خطيرة وفرصة كبيرة، واحد في خمسة جويليا، ياسين والخطأ، هي في حالة التعادل يا سادة، أنا للخضر، القادم للخضر، هذا يدخل في الغيب وفي عمره في الطريق، التسديد والهدف الأول، 1-0 للخضر، 1-0 للجزائر، ينتظرها الجمهور الجزائري والجول الأول، واحد بلاش عن طريق توقاي، 1-0 للترجي، 1-0 للمنتخب الجزائري، 1-0 للمنتخب الجزائري، هل هو مزياني أو توقاي؟ هل هي النجمة من مكشخة؟ في عدة دورات لكأس العرب بالمنتخب الأولمبي. بعد سأكلم الاتحاد العربي عن فكرة ممكن قبل نهاية البطولة بيوم، أليست فكرة كبير؟ والتسديد وشناوي موجود، الكرة خطيرة والسيطرة واضحة، ردة الفعل المصري، كرة ترجع والتسديد حطاله، يا الله، والري والمي والفا اضرب يا ابن الأهلي. كارلوس كيروش يريد أن يتسد، ثم كانت مواجهة التسعين، ولكن وتفوقت مصر على مستوى التصفيات، والكرة على تحرير مدينة القنيطرة، وكانت مصدر عن طريق توقاي. تعادل هي تقدم واحد. المدرب البرتغالي كيروش في عدة دورات لكأس العرب بالمنتخب الأولمبي، مثل ما هذه الصورة في كأس العرب، طير جناح المصري شريف، ولو يلعب الكرة عن طريق بن عيادة وفي خطأ. الدور الحاسم من المونديال وتصفياته، كرة خطيرة وجابها، والله جابها، ولكن في خطأ، في خطأ على بغض للحكم الأرجنتيني فاكون. منتخب الجزائر جاهز برشا لهذه البطولة، لاحظون معي أعزائنا، دوبل الدبل، لأنه كانت هي السبب في الليل في المساء، المنتظر كأس العرب كهدف، كهدف المرتبة الثانية، الأولى ممكنة يا مصر خطيرة، ممتاز جدا ياسين إبراهيمي في مساحة عرضية، عرضية خطيرة والدفاع مرتبط، اي 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 صعب، كرة عرضية قوية برشا، مازالت الخطورة يا كرة، حلوة برشا، حلوة برشا، حلوة برشا، فنان أنت، فنان أنت يا فيصل فنان. المغرب أيضا يتابع هذه القمة، القمة اللي في تعب لاعب الجزائر يوسف البلاي، الجزائر عندها سباقية هدف وعندها سباقية، سجلوا ستة أهداف ما قبلوا حتى جول، ترجع كرة للرئيس بولحي. هذا الشوط في اخره او منكم عبد الله الشوط الثاني، فهمتوا الوضعيه الان، فهمتوا الوضعيه الان، ورقه صفراء مصر، الانذار على يوسف البلاي، السين المصري والحارس عملاق، انجز وهدف اسماعيل يوسف او ابراهيم استم، نحب نحكي نحكي عن دري يحيى واهداف، بهكذا تجمع، شكرا لمن كانت، لحظه حسين سجل، حسين دوري،
من الايام فيه ماتشير ومن الجناح يلعب الكره. المنتخب المصري خسر برشا بالشوط الاول، اصابه خسرت احمد حجازي للاصابه، دبكه للسوداني لمزياني للطيب لبلالي، لبلالي حط كره في حط الكره العب الكره لمسه يد مولا يمشي بالكره خطيره حتى مشى يجري بالدبكة مرة سليمة ماشي ليه يا حبيبي ماشي ليه. الشناوي يمشي بالكرة، الشناوي خمسة مرتدات بالمرتدة يلعب الكرة من زيانة اثنين واحدة اثنين حط الكرة لا يربح مور. شوف الأجواء انطلاقة مصرية في منطقة الجزاء، التوسيع والدفاع والركنية في البرنامج الرئيس مبارك برئيس جول مش مبارك يمشي الكرة منتخب المصري يوصل ميدان بعد سيكلمونني هل لديكم بنال وين الفار جيبوا لات متقارب احكم فيها البلالي جات اخرى والحكم يتجه للفار بوكا الارجنتيني دي سوبر كلاس يرى للفار اشارة من الفار الفيكو يتقدم بعد فار لياتي باخر قرار جاو بنالتي لمصر المنتخب يتقدم المصري جزاء واحد مصر واحد الجزائر. 10 دقائق لعب في الشوط الثاني، بداية الفراعنة كانت ديربي والانذارات هي الفار اخرى لعب اخرى حكاية اخرى and the match is underway. A shot blasted to... It's the first goal of the match. He used the giant player and mounted an attack. A nice header. Oh. He shot the ball from... He lit up the goal with that kick. Denied by the post again. He's playing in his own penalty area and isn't taking any risks. He's juggling the ball on his head. He caught the ball in the air. Great header to deflect the ball. He blocked a possible goal. The match is 2-1. The last 45 seconds, an amazing header. The ball bounced off the goalpost. The gap isn't that big, so the match is not... He scores with an amazing header. He returned the ball brilliantly. He aims for the low corner. The last 30 seconds. The fans are definitely not happy with this own goal. Awesome save. And he scores. Not a good enough effort by the player. The ball hit the post and bounced back. He's constantly going. What a shot that was. What will happen as we enter the final seconds? Defending is all he's doing. He lit up the goal with that kick. A shot towards the penalty area. All eyes are currently on the referee. That could have been... And the match is over. It was a match with tons of goals. The fans are leaving the stadium satisfied.